مساء الخير عليكم جميعا من أمام مكلارين الدوحة. اليوم إحنا في تجمع استثنائي لقيادة استثنائية لواحدة من سيارات مكلارين الأسطورية وهي ألفا The Ultimate Car. واللي راح يتكلم أكثر عن مكلارين ألفا هو توني أبينادر الجنرال مانجر لمكلارين دوحة. أهلا وسهلا فيك توني. أهلا وسهلا ورمضان كريم للجميع. شرفتونا بهالفينيو الجميل بالحزم مول سبيشال فينيو لسبيشال كار اكزاكتلي اند وي ار فيري لاكي اند فيري براود تو هاف ذا وان اوف ذا 149 كارز ايفر بيلت مكلارين. خلينا نحكي شوي عن السياره من برا. نحن مش بس محظوظين وي ار براود كمان انه مكلارين صنعت هيك سياره. سياره من اخف سيارات مكلارين اللي انصنعت بالعالم. اذا بتلاحظوا الانسيابيه تبع السياره معموله من ديزاين مستوحى من فورمولا 1 وحتى الجوانب تبعها مستوحاه من الفورمولا 1. بتشوفوا الفتحات تبعها كمان هذه الفتحات ضروريه ومكلارين بالذات بتعمل اي شيء لحتى تستفيد منه مش انه بتعمله بس للديزاين. هذه كل الفتحات من قدام ومن ورا ليبردوا الرادياتر الامامي والخلفي تبع السياره. اذا بنمشي شوي من ببين عندنا هون الانجن. هذا الغطاء مغطى V8 انجن 4.0 توين توربو بيولد سرعة من 0 to 100 2.9 seconds من 0 to 200 6.7 seconds. كمان إذا بتلاحظوا الإكزوست النيرفانا إكزوست ليعطي صوت وهلأ طبعا دفنتلي حنسمعه لنسمع الصوت تبع الإكزوست تبعها. وكمان في إكزوست من اللي بيطلعوا من خلف السيارة. طبعا سيارة مؤلفة من 4 إكزوست وهون معمول الغطاء اللي يقدر الواحد يشوف الانجن مستوحى كمان من البايك ديزاين. بما انه السياره مصنوعه من ثلاث قطع كلها كربون فايبر ديفينتلي. توني وات ميكس ات ديفرنت وات ميكس ات ديفرنت السياره لايت ويت اتس ا فورمولا 1 كار يو كان درايف ات اون ذا رود. والسينكرونايزيشن تبع السياره من جوا ومن برا ومع السواق مع الدرايفر حتكون اتس ا بيرفكت اكسبيرينس. الويت تبع السيارة طبعا بيأثر كتير على البرفورمانس تبع السيارة بطريقة انه it makes it very fun easy to drive. It's like driving a Formula One on the road. Let's talk a little bit about the interior and how you can open the door. Let's open the door for the car. If you see the sill of the car is quite like عالي شوي بس لحتى يصغروا الباب لحتى يكسبوا ويت أكتر. كمان اتس بي سبوك مكلارين بي سبوك سيتس. السياره اير كونديشن ديفينتلي وهيتر. اكيد من المميزات تبع الالفا في سيارات تجي من دون ويندشيلد بس في سيارات تجي مع ويندشيلد. اللي بتجي من دون ويندشيلد بيطلع مثل اير بريكر بيطلع الهواء بصير الهواء فوق السياره حتى السائق داخل السياره ما بحس ابدا بالهواء لانه كل السياره كل الهواء بيطلع على جوانبها وبيطلع فوقها. On top of that, طبعاً عنا rear active spoiler to help the car with the downforce and to stop on high speed. حوريكم شيء مميز كمان بالسيارة. هون بيكونوا موجودين الهلمت تبع الدرايفر والباسنجر. Okay. الهلمت definitely بيكونوا special made للدرايفر بيكونوا على الأقياس made of carbon fiber. Okay. Now we can go for a drive and enjoy a little bit. As you can see now we are inside the car. The exterior bleeds in with the interior with the bespoke seats and the cocoon P26 cocoon cabin. So let's drive it and have some fun. Ready to go? هلا بلشت المتعة الحقيقية مثل ما بقولوا. السيارة فعلا ما بتحس حالك انه سيارة كشف يعني لما تحط ايدك هيك برا بتطلع بيطلع الهواء دغري. معزول الكوكون معزول بطريقة مدروسة كتير منيح.
والله I feel amazing like I never felt like that before. هيدي فرصة من العمر إنه الواحد يسوق سيارة مثل هيدي فعلا. Thank you Tony. Thank you Mariam. Have a nice day ورمضان كريم.